السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي أعزائي أحبائي في كل مكان، أولا تتمنى لكم جمعة مباركة إن شاء الله، وتنطلب منكم أنكم تدعموا هذه القناة وتشاركوا هذا الفيديو مع الجميع إن شاء الله باش يوصل لجميع أخوتنا المغاربة وجميع أخوتنا كذلك العرب في أي مكان يوصل لهم هذا الفيديو هذا ويستفيدوا منه. كما قلنا شحال هذه بأن ديكريتو ديال فلوسي أو تدفقات كما تقولوا اللي كان وقع عليه السيد وزير الداخلية ماتيو سالفيني، كنا قلنا شحال هذه، وكن ما عرفناش الوقت بالضبط امتى غادي يكون. اليوم انا نتصفح في بعض الجرائد، ان شاء الله غادي يقدر يتعلن عليه في هذا الشهر الجاي في شهر مارس ان شاء الله، غادي يتعلن على هذا الديكريتو هذا، على هذا القانون ديال استقطاب الاجانب او اليد العامله من خارج ايطاليا. شنا هما المشاكل اللي كانت معطله هذا الاعلان هذا على الوقت ديال الديكريتو فلوسي؟ من بين اكبر المشاكل اللي كانت من معوقات ديال التعطال هذا اللي تعطلنا بزاف، لانه نورمالمون كان خصهم في شهر واحد كان خصو يعلنوا عليه، ولكن مع المشاكل كما قلت لكم من بين المعوقات ان الدول اللي متعاقد معها يعني عنده مع تعاقد، مثلا الدوله الايطاليه عندها مع تعاقد في استقطاب اليد العامله، ما وافقوش على شي حوايج مثلا كان شرط عليهم وزير الداخليه اللي هو ماتيو سالفيني كما قلنا، كان شرط عليهم هي ديال ارجاع الناس، يعني انه من يرحل شي ناس من هنا خصهم يتعاونوا معاهم، يعني القنصليات اللي كاينه هنا ديال هاد الدول هذه كل مثلا تيجوا العمال ديالها هنايا من غير المغرب او غير المغرب، القنصليات ديالهم كاين اللي ما تيتعاملوش يعني ما تيتعاونوش مع السلطات الايطاليه، من تيبغيو يرحلوا شي واحد، من تيبغيو يعرفوا ليدينتيفيكاسيون ديال شي انسان انه مثلا ما عندوش الوراق هنايا غير قانوني غير شرعي هنايا في على الاراضي الايطاليه، من تيبغيو يصيفطوه يعني الدول ديال هاد الناس هادو مع القنصليات ديالهم ما تيتعاونوش معاهم، ولذلك يعني حتى الكوطه ديال سميتو ديال العمال يعني على حسب التعامل والتعاون ديالهم مع السلطات الايطاليه تكون النسبه اكثر، يعني اي دوله تتعاون مع السلطات الايطاليه تتعاون معهم يعني باش ترحل ايطاليا ترحل شي واحد مثلا ما عندوش وراق او غير شرعي هنايا، الدوله ديالهم اللي غتعاون معهم راه غادي يجوا منها الناس بزاف، الدول اللي ما غاديش يتعاون معهم يقدر كاع ما تكون حتى شي حاجه، ما يكونش عندهم ديكريتو فلوس كاع او يكون بنسبه اقل من ما هي يعني في السنوات الماضيه. هذا مكان نتمنى ان هذا الخبر يكون خبر مفرح ان شاء الله، وكما قلت لكم راه غير الجمعيات النقابيه هما اللي ورقوا بزاف على الحكومه باش تعلن على هذا القانون هذا، لانه اليد العامله في المجالات ديال مثلا الفلاحه ولا غير الفلاحه مثلا راه جد 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 مهمه وفيها خصاص، ولو هذه الازمه ولكن كاين فيها خصاص مثلا البادانتي مثلا شي ديال الفلاحه، شكون غيخدم اليوم هذه المسائل هذه من غير الناس الاجانب. نتمنى تكون هذه الحلقه مفيده، والى حلقه اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.